رئيس الجمهورية لعقد الجلسة الأولى للبرلمان. ينضم معنا من محافظة البصرة عضو المكتب السياسي لحركة العصائب السيد أحمد عبد الحسين. بداية مرحبا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. شروط وضعت خلال اجتماع الحنانة لاستبعاد السيد المالكي، رفضها الإطار، ماذا يحصل؟ تفضل. نعم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين ولكادر قناة الرشيد، وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة فيما يخص اجتماع الإطار التنسيقي بدعوة من سماحة السيد مقتدى الصدر، هي تأتي استكمالا للاجتماع الأول الذي حدث في منزل السيد هادي العامري، وذلك من أجل عودة المكون الأساسي، هو عودة كسر الجمود والجليد السياسي فيما يخص قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، باعتبار أنه اليوم الكتلة الأكبر التي تضم المكون الشيعي بكل أطيافه وكل مكوناته. لذلك كان الاجتماع بالدرجة الأساس هو كيفية الحفاظ على هذا المكون واستحقاقه بدون انفراد أو محاولة عزل أي شخصية من شخصيات هذا المكون. لذلك أن اليوم أن الاجتماع هو بدون أشرنا في أكثر من خطاب أنه هذا الاجتماع هو اجتماع ودي، لا يوجد به أي تنافر أو سلبيات موجودة بين الأطراف المجتمعة. هناك جو من التفاهمات السياسية سابق هذا الاجتماع، لكن المواقف إذا كان إيجابي، لكن المواقف الرسمية تؤكد بأن السيد الصدر يعني طلب من العامري والفياض والشيخ الخزعلي التخلي عن المالكي. برأيك ما هي الأسباب؟ يعني هل هناك جهة معينة فقط مرفوضة من خلال هذا المكون الشيعي؟ نعم تفضل. نعم، نحن كإطار تنسيقي لا يوجد هكذا طلب لدى السيد الصدر، انه حتى في الجلسه الاولى لا يوجد هكذا طلب، بالعكس كان هنالك نقاش، هو اختلاف في وجهات النظر يا سيد الكريم وليس خلاف. هذه نقطه اساسيه يجب ان تفهم للشارع العراقي، انه لا يوجد خلاف، يوجد اختلاف في وجهات النظر. اما الاجتماع، انا ذكرت واؤكد انه الاجتماع ومخاف هذا الاجتماع ومفات هذا الاجتماع هو كيفية ترميم البيت الشيعي وعادة هيبته، وذلك استكمال الاجتماع الأول، ولا توجد فيه أي نظرية أو فيتو حول عزل أي شخصية من هذا المكون. الأهم في هذا الاجتماع أنه الحفاظ على هذا المكون، الحفاظ على استحقاق هذا المكون، والسير بالتفاهمات مع القوائم الأخرى، سواء كان من المكون السردي، من المكون الكردي أو المكون السني. نعم، يعني اجتماع قوى الإطار بمنزل السيد المالكي كان أيضا رسالة للسيد الصدر، كيف توضح ذلك؟ نعم، اجتماع قوى الإطار في السيد المالكي، أنه كما تعرف يا سيد الكريم أن قوى الإطار التنسيقي توجد في الكثير من الاعتبارات والشخصيات القيادية التي تضم كافة أطياف البيت الشيعي. لذلك أن هذا الاجتماع هو من أجل المداولات والمفاوضات حول النتاجات التي خرج بها الإطار التنسيقي باجتماع يعني مقصد الكلام عفواً على المقاطعة، مقصد الكلام يعني حتى كانت يعني النتائج واضحة من خلال التصريح، لن نفرط بزعيم دولة القانون وسنمضي تحت خيمته، هذا الموجود عندنا. يعني هذا ردا على اجتماع السيد الصدر. هذا التصريح يا سيد الكريم، انا قاطع كلامك. نعم لا لا, لا. هذا التصريح يا سيد الكريم، انه نحن نمتثل الى التصريح الرسمي من قبل الاطار التنسيقي او الكتله الصدريه. هنالك تصريح رسمي لدى قوى الاطار التنسيقي، وحتى الناطقون باسم قوى الاطار التنسيقي اشارت بان هذا الاجتماع ساده جو من التفاهمات السياسيه والايجابيه، ولم يخرج هنالك اي تصريح على مستوى رسمي، سواء كان على لسان السيد هادي العامري او لسان سماحه الشيخ الامين او لسان حتى الفياض، لانه فرط بالسيد نور المالكي، حتى السيد الصدر مدرك أن هنالك مكونات شيعية أساسية يجب أن تشارك في هذه الحكومة، وعدم عزل أي طرف. أنا ذكرت في بداية حديثي أن الاجتماع تلخص في نقطة أساسية مهمة، وحتى المكون الكردي والمكون السني يشير في عدة تصريحات أننا يجب أن يكون هنالك مكون شيعي كبير بعيدا عن المحاصصة والحزبية، وهم يدركون هذا المكون. لذلك اليوم الاجتماع الذي جرى هو من أجل عنوان أو يافطة أساسية مهمة، معالجة الانسداد السياسي، وكذلك وجود الأمريكي اليوم عندنا أزمة. لذلك اليوم أن معالجة التفاهمات السياسية وتكون في ظل المكون الأساسي الكبير هو المكون الشيعي. يعني برأيك بهاي الحالة السيد الصدر هل سيذهب لتشكيل حكومة الأغلبية من دون القوى الشيعية، أم
بقسم من عندهم أم بجميع القوى الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي، وما يستبعد أي واحد ومن ضمنهم المالكي أيضا. نعم، بناء ما خرج من الاجتماع الأول والاجتماع الثاني فيما يخص المكونين سواء كان بالإطار التنسيقي أو السيد مقتدى الصدر، نقطة أساسية هي نقطة التفاهم بين القوتين، ولا يوجد هنالك نية لعزل أي مكون، ولم يبدر هنالك هذا استاذ يعني أي شخصية. يعني استاذ أحمد، هذا مو حديث، يعني أحد أعضاء دولة القانون، يعني السيد عادل مانع ذكر أمس البارحة بحلقة زميلنا أحمد الطيب، قال استبعد يعني من قبل التيار الصدري، هذا أحد أعضاء دولة القانون، هو دا يتحدث بهذه الصيغة. نحن نتكلم بصراحة بما يكون هنالك ناطق رسمي باسم قوى الإطار التنسيقي وباسم المكونات الموجودة داخل الإطار التنسيقي، فقد أشارت في لقاءات عديدة ليلة البارحة أن هذا الاجتماع هو اجتماع مثمر ومنفع بين القوتين ولم يكن هنالك. أما وجهة نظر الإطار، صحيح يا سيدي الكريم أنها لن تتخلى عن أي شخصية في تشكيل الحكومة المقبلة، هذا من ثوابت ومبادرات الإطار التي أطلقها قبل الاجتماع في الحنانة. يعني ما تعتقد بأن السيد الصدر قادر وباستطاعته أن ينجح بتقسيم الإطار من خلال كسب بعض عناصره إلى وتشكيل الحكومة بعيدا عن الأطراف الأخرى؟ هذا التصور ما تتصور أستاذ أحمد؟ أنا أتكلم في الواقع سيدي الكريم، في الواقع في ظل الاجتماع الأخير هنالك تفاهمات موجودة بين السيد مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي. طيب، يعني السيد الصدر ما زال متمسك بحكومة الأغلبية، ويعني والدليل القصقوصة اللي أعلنها بعد الاجتماع والتي تحدثت عن حكومة أغلبية لا شرقية ولا غربية، هاي كانت واضحة البارحة. يعني أضاف لها حكومة أغلبية وطنية، كانت فقط حكومة أغلبية وانضافت حكومة أغلبية وطنية، أما في مفهوم لا شرقية ولا غربية فإذا نعبر هذا المفهوم يا سيدي الكريم فهو مفهوم أطلقته الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتستبعد كل القوى الاستكبار والاستكبار والاستعمار العالمي. يعني أستاذ أحمد، خلي أدخل وياك بغير موضوع، يعني أريد أسألك عن الجلسة الأولى للبرلمان اللي حددها رئيس الجمهورية بالتاسع من الشهر المقبل، برأيك هل ستبقى مفتوحة أم تحسم بأول يوم؟ هل الاتفاقات كملت وتم الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث بحيث أول جلسة وتنتهي، لو راح تبقى مفتوحة؟ تفضل. نعم، فيما يخص التفاهمات الأخيرة التي جرت سواء كان بين المكونين الشيعيين أولا، ولا تنسى سيد الكريم أن هنالك تفاهمات موجودة بين المكون السني والمكون الكردي واضح موقفه، أنا أتصور أنه في أكثر من جلسة سوف نصل إلى حلول وليس في الجلسة الأولى. يعني هناك من يتحدث بأن عدم حسم الخلافات على الرئاسات الثلاث ممكن أن يبقي الجلسة مفتوحة لعدة أشهر، هاي من الناحية الدستورية والقانونية، هل يصح هذا؟ يعني حسب القانون الجديد أيضا بالنسبة للانتخابات لو حدد بفترات زمنية. لا اليوم في الحقيقة اليوم الموجود في الشارع العراقي الكل مدرك أن هنالك أزمة سياسية موجودة في الشارع العراقي، وهذه الأزمة لا يتحملها المواطن، والكل ذاهب اليوم في ظل تفاهمات سياسية من أجل تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وهنا لا أتكلم فقط عن المكون الشيعي، المكون السني، المكون الكردي، الكل متفهم لهذا الموضوع، وأتصور بعد التفاهمات الأخيرة بين الكتلة الأكبر الشيعية سوف يكون هناك حلول قريبة وعاجلة تحسن في البرلمان في الجلسة الأولى أو الثانية، أشرت ليس الأولى إنما الثانية. يعني سؤال أخير ولو أطلنا عليك أستاذ أحمد، يعني وسط هاي الخلافات متى ستتشكل الحكومة المقبلة؟ يعني سوف تتشكل الحكومة المقبلة في ظل التفاهمات يا سيدي الكريم، اليوم المسؤولية هي ملقاة على عاتق القوائم الفائزة، ملقاة على الاعتبارات الموجودة في كل المكونات، يجب أن يتنازل الكل لمصلحة الوطن، لمصلحة الشارع العراقي، لمصلحة المواطن العراقي. اليوم العراق يمكن أن نضعه تحت مسمى يعيش مثلث، يعني أستاذ أحمد، أزمة مثلث الأضلاع، أزمة أبعد تصور إليك، يعني نعبر آذار لو حدنا الآذار ونسمع أنه حكومة شكلت بكل مفاصلها،
يعني إن شاء الله في ظل التفاهمات الأخيرة لا نعبر آذار إن شاء الله. إن شاء الله. عضو المكتب السياسي لحركة العصابة السيد أحمد عبد الحسين كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.